هي كلها بقت تيجي الغردقه ولا ايه؟ انت رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه هي وكلام من غير بواب. مش ده فندق برضو؟ ايوه فندق. في حمامات. انت داخل تتشطف هنا يعني؟ يا ابني انا مزنوق عايز اخش الحمام. اعمل الخير وارميه البحر. هو انت قاعد معانا هنا في الغردقه؟ ماشي يا حاج خلاص هدخلك الحمام، بس نرجع بالعربيه دي ورا في الدره بس شويه. ما اخشش جوه ليه؟ اسمع مني انت ما ترضاليش الاذيه والنبي يا حاج. اسمع يا ابويا بس. حاضر يا ماشي تعالى مع ايه. ربنا يسترك يا ابني والله استريحت قوي. اي خدمه يا حاج. بس انت يا ابني كده سايب البابا لوحديها. البوابه كبرت وبقت عروسه خلاص يا حاج. وبعدين ما افروديت قاعده واخده بالها من الدنيا ما تقلقش. ربنا يسترها معاك يا ابني والله. الله يخليك. مالها بقى العربيه دي؟ سخنت وانا جاي في طريق السفر مش عارف ليه. بس العربيه دي لا مؤاخذه ما تجابش بيها نص كيلو لبن يعني، وانت جاي بيها لحد الغردقه عشان تعمل حمام. غريبه دي يعني، ما قابلتش اي ريست في الطريق خالص. سخنت لوحديها يا ابني مش عارف اعمل لها ايه. اديها مضاد حيوي يا حاج. وانت ميكانيكي يا ابني؟ لو السؤال ده اتكرر تاني هدمر لك نضارتك دي. افتح لي الكبوت يلا. اهلا دوناتيلو. اعطيني مارشميلو. اهلا مارشميلو. اعطيني رافاييلو. فلتفعلها الان يا رشدان. ناو. يا ابني حرام عليك فكيت العربيه خالص. فكيت ايه؟ انت بتسمي المخروبه دي عربيه؟ يا عم اسكت بقى يا عم. الله 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 يا ابني، دي كانت محتاجه ميه وخلاص. ايه اللي انت عملته فيها ده؟ افتي بقى، اقعد بقى افتلنا واحنا واقفين بنصلح الزفته دي. ما هو احنا شعب فتاي. اقعد ساكت. طيب افروديت، انت مش شايفاني واقف اتكلم مع الناس؟ قلت لك 100 مره ما تناديش عليا وانا بتكلم مع حد. هخلص العربيه وهاجي نتغدى سوا. بس احنا متعودين نتغدى مع بعض يعني، انت مش غريب. هتعمل ايه في اللي انت فكيته ده؟ لا انا بظبط الدنيا ما تقلقش. تمام كله تمام. يلا يا حاج خد عربيتك واتكل على الله. واللي انت فكيته ده ركبه تاني. الله، مش انت قلت شربها ميه؟ ابقى شربها انت عصير بقى. افروديت، استغفر الله العظيم. تعالوا يا جدعان ما تخافوش والله. يا ابني لو عايز تقعد على الترابيزه اقعد عادي. بجد والله؟ اه والله. صباح الفل يا عم الجزار. ما ردش عليك ليه؟ انت مش قلت صديق عمرك؟ انت مش عارف يعني ان الاجانب ما بيتكلموش بالليل؟ ليه الباقه بتخلص ولا ايه؟ الا تتذكرني ايها الرجل الطيب؟ انا صديق افروديت. ايه؟ ايها الفرعون العبيط، فلتنزل من على المنضده كي لا تقع. انني واخذ بالي. انزل. انا اللي كنت كلمتك في موضوع السفر. لو كده سفرني فرنسا يا عم الجزار، والله هظبط لك الامن هناك بدماغي وتكتيكاتي. الله يحبك رد عليا وما تصغرنيش قدام العيال صحابي. ما ترد علينا يا عم لله. اسود ده. هل تعلم يا بني ان من كانت يده بحجم وجهه يدخل الجنه؟ اليمين ايها المختل. خلي بالك يا كورو بعد الجمله دي بيضرب. الخوف لا يصنع مستقبلا يا جزار. بروسلي. لو لعبت يا زهر. شيبة. انا موظفيني يتضربوا؟ انا بعتذر لكم، بس لو طلع ان انتوا زعلتوه او ضايقتوه في حاجه ما تزعلوش مني. والله العظيم يا باشا ما كلمناه.
على فكرة أنا كنت ممكن أقسمه نصين، بس أنا عملت احترام ليك يا عم محمد. لا يا ابني مش هو ده الحل. أنتوا شباب زي الورد، أنتوا واجهة السياحة في مصر، وعمل الاندفاع ما جاب نتيجة. والله يا باشا ما حدش فينا كلمه خالص يا باشا، ده ما حتى ما حدش لمسه يا باشا. أنت مالك يا ابني في إيه؟ هو يقصد يعني يقول لك إن ما حدش فينا لمسه، هو اللي افترى علينا. لا ما تخافوش، أنا هجيب لكم حقكم لحد عندكم. ربنا يخليك لينا يا باشا، ربنا ما يزنقك أبدا في دقيقة يا باشا ويخليك للغلابة. يلا يلا تعالوا معايا نروح أوضته ونحل الموضوع. يلا يا رب تبقى باشا يا باشا، يا رب ما يحرمناش منك أبدا، فاكرين أفضالك. من كان يخبط ويرزع على الباب بهذا العمر؟ اهو هو الراجل ده، قعدت اقول له عيب ما ترزعش كده، قال لي فكك من اللي بيشكك. مساء الخير يا فندم. من انت ايها الفرعون العجيب؟ معاك محمد فخر الدين مدير الفندق. اه مبدئيا اتمنى تكون مبسوط معانا هنا، بس حصل سوء تفاهم بسيط، حضرتك ضربت الولاد بتوعي. ايوه بس احنا مش هنسيبك، والله العظيم ما هنسيبك. مش احنا هنسيبه ولا مش هنسيبه؟ مش هنسيبه. انا عارف ان هي لحظة انفعال وكلنا معرضين لده، انما هو حد فيهم ضايق حضرتك في حاجة؟ لطيف بتضحك؟ طيب اضحك وابقى ثوف من يوم يسامحك. حضرتك بتضحك عليا يا فندم، انا بجد بعتذر على اللي انا هقوله. ترى ايه يا عم محمد، عمال تعتذر تعتذر، عيب على البدله يا خوش يا اخي، ده انت شعرك ابيض منه حتى. بس يا ولد موضوع الضرب ده لو اتكرر تاني انا مضطر ابلغ شرطه السياحه انها تتدخل. شرطه؟ هل تعلم ايها الفرعون العجيب اذا كان كفك بحجم وجهك دخلت الجنه؟ لا اليمين بقى انا زهقت. خلي بالك بعد الجملة دي بيضرب. محمد تعال احنا لو دخلنا باللنفات وموتوسيكلات المية من هنا هنحفر الجزار في اقل نقطة، بس المشكلة ان معيش قلم اسود عشان ارسم الكاوتشات. الله يحرق ابو امي، دي خطه. قلم اسود ايه؟ احنا اول ما نشوف الجزار قاعد في حته نخش نديله بالقلم على وشه ونخلص. لا لا، عدم النظام والهوأجيه والعشوائيه اللي انت فيها دي مش هتاكل، مش هينفع يا حورس. استري مني وامشي ورايا مره، استري مني، الجزار فاضل له يومين ويمشي، لازم نلحقه. ماشي يا جدعان يا جدعان، ما نسامحه، ده شكله شرير قوي. ما تبقاش جبان. انا ما بقتش خلاص قادر انا على اي بوكس تاني خلاص، ده عنده عضلات في صوابعه. هو مش اللي حصل ده بسبب اهلك انت؟ مش بسببك؟ هتبقى معانا ولا هتغور في 60 داهيه؟ اديني معاكم لما تشوف اخرتها ايه. تمام، صلي بينا على النبي يا عم حورس. عليه الصلاه والسلام. لازم نمسر ايه؟ صلي بينا على النبي يا عم حورس. قول نمسي. انا قلت نمسي. الموس المس المشكله في موس في بقك ولا ايه؟ انا مش عارف يا حورس، انا ما بقتش اعرف انت حرف السين. طب قول ورايا اعلمك. ماشي. شاكر شكر شكر. شاكر سكر سكر. سكر سكر ايه؟ شاكر شكر شكر. شاكر سكر سكر. لا انا بقيت عبيط يا حورس، بقيت عبيط. اسود ولا لو حد في الشارع وقفك قال لك كلمه حلوه ما تقولوش شكرا. امال اقول له ايه؟ قول له ميرسي. ميرسي ميرسي ميرسي. يا جدعان يا جدعان انجزوا يا جدعان، عايزين نخلص من الجزار. احنا هنتعاهد دلوقتي ان احنا نبقى احنا التلاتة واحد، عشان لو قابلنا الجزار نبقى قوة ونقدر نهزمه. تمام؟ تمام. يلا حط ايدك.
معتل عقليا في مستشفى بريش للاطفال؟ سبحان الله، زي ما اكون شفت الراجل ده قبل كده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عجبا لكم ايها الاجنبيون، تردون السلام ولا تردون السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيا مصر. وما فيش حوض غير ده يعني؟ أتقول شيئا؟ لا شيء. لا أعلم ما الذي دخل في عيناي. سامحك الله. رجل يتزوج قزمة، ده إيه ده؟ تكلم مين يا عم؟ لا أنا بسمع صوت الجرس عادي. بس كده؟ تي 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 تي. ربنا يكملك بمخك يا تي تي. سلام سلام. ايه الجمجمه الجهنميه دي ما جابتش خطه جديده؟ ما تستفزنيش يا حورس. خلاص بقى يا جدعان. اي نعم ما فشناش دليل على الراجل، بس ده ما يمنعش ان هو برضه بيعمل حركات مريبه. صح، داخل طالع من الجراج. انا بس عايز اعرف هو دخل بعربيه واحده ولا دخل بعربيتين؟ عربيه واحده. العربيه الثانيه ممكن يكون دخل بيها في سيفتي غير سيفتي. في ايه؟ سفت سفت الثغر. وبعدين يعني ما تحاولوش تقنعوني ان الجزار جاي من بلدهم عشان يسرق عربيات هنا. ما هو ده اللي هيحيرني. بس بقى احنا المفروض نعمل ايه بالظبط؟ احنا ما نعملش حاجه خالص، احنا بس نركز في الجمله بتاعت من كان يده قد وجهه دخل الجنه دي، لان انا متزول فيها وهيضربنا تاني. انا لقيتها. ايه؟ ايوه لقيتها. الجزار داخل طالع من الجراج، يا ترى بقى دخل بعربية واحدة ولا دخل باتنين؟ على فكرة انت سألت السؤال ده قبل كده، ركز. انا عايز اعرف هو لو دخل بعربيتين ساقهم ازاي؟ هيحط رجلي هنا ورجلي هنا ويمسك الدركسون. يعني يمسك الدركسون؟ انا مبقتش عارف اتكلم خلاص يا جدعان. يعني انتوا قصدكوا ان احنا نسرق العربية التانية بتاعته؟ لا، هاتولي مسمار دلوقتي حالا. مسمار؟ ايوه، ونروح بقى ونكتب له شتايم قله الادب على العربيه. ثواني كده بس، هو انت فعلا عايز المسمار عشان تكتب له شتايم قله الادب؟ امال انت زقته ليه؟ عشان افهم منك. لا، لا دي بجد دي. لا ده لا لا والله بجد، صوت المرتبه والله. اوه يا ريتني ما قلت الفكره دي والله. مع هي الصوت المرتبه الصوت. تصدق تسمع تعمل على والله صوت. ما تهويش، ما تزيد، ما تزيدوش عليا يا جدعان. احنا بنضيع نفسنا بنفسنا. مفيش يا ابني حاجه اسمها كده. الحاجه اللي بتضيع من البني ادم يا اما محفظه يا اما فلوس، انما اللي انت بتقوله ده ما بيضيعش. لا انا شفت الجمله دي. شفتها فين؟ في التلفزيون. طب ما تتفرجش على التلفزيون تاني. امال اتفرج على ايه؟ انت ما تعملش حاجه، انت تلبس وتنزل وتمشي وتجري. تعرفوا تسكتوا تتنيلوا تتزفتوا شوية عشان لقيت عربية من عربيات الزفت الجزارة اهي. انت متأكد ان دي عربيته؟ ايوه يا ابني عربيته. طب انزل فس الكاوتش. ما تنزلش انت في فس. ما تبقاش جبان بقى. انا مش جبان يا حورس، انت اللي جبان. يا ابني انا مش جبان، انا اهم واحد فيكم ولازم افضل للاخر. يا جدعان انجزوا بقى، اي حد يتزفت وخلونا نخلص. ماشي، بتسيلوها لي يا اخواتي؟ ماشي، انا هندي. بس ارجعوا ورا عشان وثكوا ما يحصلش في حاجه. طب يلا. ماشي. سقفه للنبي. يا عدوي. يلا يا ابني، ايه اللي منزلك من هنا؟ الكاوتش قدام. ايه ده؟ مش طريقه دي. يا نهار اسوح، شكلها قنبله. القنبلة دي هتنفجر بعد 49 دقيقة وخمس ثواني واربع وثلاث ثواني. الأرقام دي لو خلصت هتضطر سقف وسن القنبلة. ما تفرحش بالعد. أنا مش عايز أموت. مش هتموت يا لما، محدش هيموت، ما تخافش والله. والله العظيم يا رب لو عشت هعمل كل دير.
والله العظيم لا اعمل كل دير انا كمان. وانا قلت اعمل كل دير. انا هعمله في حته تانية. ده ثواب يا ابني وانا برخم عليك حتى وانت بتموت متخلف. اقعدوا كده اتخانقوا على الكل دير وهنموت كلنا من فجرين هتطرصق فينا ان شاء الله. بص امسك يلا بكتيريا. بكتيريا فاطر وبيسمع الكلام جود بوي. لا لا امسك انا اروح عند مستر حسين بسرعه. بيتك يخرب بيتك يخرب حورس امسك والنبي لحسن البنطلون واقع عادله بس. يا سلام هاخدها منك يا تاني. أخوي. والله خدها والله يا حركه البنطلون واقع والله حركه وقصد تدهاني. والله هاخدها تاني. انا هجري دلوقتي اروح الحق الجزار اللي هو سبب في الجنايه ديت وانت حقك هجيبه يا شهيد. شهيد مسكونه اللي يموت متفنجر.